في لقاء ثلاثي بمدينة شرم الشيخ المصرية، بحث جلالة الملك عبد الله الثاني مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين تكثيف العمل المشترك من أجل مواجهة تحديات الأمن الغذائي وارتفاع الأسعار وتكلفة الطاقة الناجمة عن التطورات الدولية. اللقاء الذي حضره سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد تطرق إلى آخر التطورات الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، إذ تم التأكيد على ضرورة دعم الأشقاء الفلسطينيين في مساعيهم لنيل حقوقهم العادلة والمشروعة في قيام دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين. كما رحب القادة بالقمة المرتقبة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية الشهر المقبل بين قادة الدول الخليجية والأردن ومصر والعراق والولايات المتحدة. مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، رعى سمو الأمير فيصل بن الحسين اليوم حفل تخريج دورة مرشحي الطيران 51 في كلية الملك الحسين الجوية، وقام سموه بالتفتيش على طابور الخريجين وقلد الأجنحة للخريجين والخريجات ووزع الجوائز التقديرية على الحاصلين على المراكز الأولى في تخصصاتهم. وتابع سموه الحضور عرضا جويا نفذته مجموعة من طائرات سلاح الجو الملكي المقاتلة والعمودية والتدريبية. ارتفاع ملموس في إصابات كورونا في الأردن، هذا ما كشفته الإحصائيات التي أعلنتها وزارة الصحة للأسبوع الوبائي من 11 إلى 18 من الشهر الحالي مقارنة بالأسبوع السابق. فقد سجلت في الأردن خلال هذا الأسبوع 643 إصابة بفيروس كورونا مقارنة مع 400 إصابتين في الأسبوع السابق، وبارتفاع نسبته حوالي 60%، وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابية 5.5% مقارنة مع 3.20% خلال الأسبوع السابق، وبارتفاع نسبته حوالي 72%. وبيّنت وزارة الصحة أنه لم تسجل أي وفاة خلال الأسبوع الحالي، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي. وللحديث عن الوضع الوبائي في الأردن في ظل هذه الأرقام ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور بسام حجاوي عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة. دكتور بسام، بداية أهلا بك. أهلا وسهلا، يعطيك العافية، حياكم الله. يعافيك دكتور، يعني زيادة ملموسة في عدد الإصابات ونسبة فحوصات إيجابية مرتفعة مقارنة بالأسبوع السابق، ما الذي تقوله هذه الإحصائيات دكتور؟ يعني كما هو معروف انه احنا بنقول انه الجائحه لم تنتهي بعد. اضف الى ذلك انه احنا يعني صرنا هاي الاسبوع الثاني عشر واحنا نشهد يعني استقرارا ووضعا وبائيا جيدا. هناك يعني زيادات، هذه الزيادات تسجل زيادات قليله في عدد الاصابات، وهذا يساوي لما يحدث في العالم، يعني اغلب دول العالم تسجل اصابات قليله زياده، ولكن اعداد الوفيات ممكن ان حوالي 6 أسابيع نسجل صفر وفيات، وهذا هو الاهم. ووصلت يعني لدينا في هذه المعدلات من الاصابات ضمن المعدلات التي طالما هناك ان هناك وجود جائحه. نعم. يعني فالسيطره على الوصول على أقل المعدلات بالوفيات هو الأساس. السيطرة على إدخالات المستشفيات بالكورونا، يعني فكان لنأخذ وضع في الأردن لدينا صفر وفيات، لدينا يعني إصابات أو مرضى على أثر الشفاء، وهذه هي تجاوز عدد أصابع اليد الواحدة. نعم ارتفعت الإيجابية قليلا، ارتفعت الإصابات قليلا، وهذا ما يتماشى مع الزيادات التي يتم تسجيلها في عديد من دول العالم بعد أن هدأت وضعها الوبائي بعد
الموجة الرابعة زينها أو الخامسة، يعني صار 12 أسبوع إحنا يعني تاركين الموجة. لا زالت هناك يعني لدينا وضعنا يقول أن إحنا بحاجة إلى مزيد من الرصد، وهذا موجود الرصد الوبائي. يعني إحنا عندنا فحوصات بالبي سي آر، ونحاول كل هذه الإصابات أن نرصدها لنرى أن عندنا 502. طيب دكتور، هل يعني ذلك الحاجة إلى تعديلات في التعامل مع الجائحة، ربما العودة إلى التشدد، ارتداء الكمامات؟ هل ستكون للجنة الأوبئة ربما توصيات جديدة أو توصيات أخرى في ظل هذا الوضع؟ يعني إحنا من البداية عندما رفعنا خلال أوامر الدفاع الكمامة، حرصنا أن تكون الكمامة جاهزة خاصة مع الفئات الأكثر عمراً والذين هم مصابون بأمراض غير سارية، وأن هم معرضين لدخول المستشفيات إذا أصيبوا بالكورونا. هذا الكلام يعني أن استعمال الكمامة يجب أن يكون مقروناً بالأساس اللي موجود عندنا. لو كان في تجمع، لو كان أنت في حد مريض بالعيلة، لا بد من ذلك. أضف إلى ذلك أن التطعيم هو أساسي، التطعيم استمر في مراكز التطعيم بتاعتنا، لكن إحنا نشهد انخفاضاً ملموساً في التطعيم، نحتاج إلى مزيد من التطعيم. قد يكون هناك زيادة في أعداد البي سي آر الفحوصات حتى نضمن أن إحنا نحاول رصد أي إصابات أو أي متحورة تحدث أو تغيير جيني في الأمور. لا زالت التي تهدد الآن هي B4 والB5، وإن هم نوعين من متحورة أوميكرون، لا جديدة في المتحورات التي نبدي لها أي خوف. شكرا. الحذر واجب، وأنه يجب علينا يعني اتباع أسس الرصد الوبائي والمخبري. شكرا جزيلا لك الدكتور بسام حجاوي، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، كنت معنا عبر الهاتف. هدر بالملايين وتعيينات عبثية، هذا ما كشفه رئيس بلدية إربد الكبرى المهندس نبيل الكوفحي، معلنا عن إجراءات لحماية المال العام وضبط أي شبهات فساد في قضايا متعلقة بأعمال البلدية. قمنا بمجموعة من الإجراءات في ضبط كثير من الأشياء التي لها علاقة في المال العام، أحلنا بعض القضايا المدعى العام، شكلنا لجان تحقيق واسعة في كثير من القضايا التي أعتقد أن تم هدر ملايين من أموال الشعب والمواطنين في إربد في عدة قضايا. أضرب مثال، هنالك سرقة ديزل لسائق واحد تجاوزت 15,000 لتر ديزل في حوالي شهرين تقريبا. نحن قمنا بإجراءات، أولا وقف التعيينات، والحمد لله، ونعم أقول الحمد لله، نحن لم نعتدي على المال العام بسلسلة من التعيينات العبثية التي تمت في فترات سابقة وربما في أكثر من بلدية. قالت وزارة الأشغال العامة إنها طرحت وأحالت عطائين لتأهيل الجزء المتبقي من الطريق الصحراوي وتحديدا في منطقة النقب. مديرة إدارة الطرق في الوزارة المهندسة إيمان عبيدات أوضحت في تصريح لرؤية أن العطاء يشمل إعادة تأهيل الطريق من منطقة النقب مرورا بدبة حانوت وانتهاء بالحميمة، وهي الأكثر تضررا من المنطقة المتبقية من الطريق الصحراوي بطول 17 كيلومترا. المشروع هذا مدة العمل إن شاء الله ابتداء من يوم أمس ستكون بحدود 210 يوم حسب البرنامج الزمني الذي تم إعداده لهذه مناطق العمل. سيتضمن هذا البرنامج الزمني عمل المقطع الأيمن عمان العقبة بطول 17 كيلو، ثم إعادة تحويل السير بعد الانتهاء من هذه المقاطع بالمرحلة القادمة، وإعادة الإنشاء وإعادة التأهيل للمنطقة المتبقية اللي هي العقبة باتجاه عمان المسارب المتبقية. إنارة الشوارع الفرعية وإصلاحها واكتظاظ المدارس الحكومية وانتشار الكلاب الضالة وقلة المواصلات للأحياء هي أبرز المشكلات التي يعاني منها أهالي منطقة مرج الحمام. المنطقة التي يقطنها ما يزيد عن 200,000 نسمة تعاني نقصا بالخدمات، أبرزها شبكة مجار حديثة تخدم أحياءها. عضو مجلس المحافظة رئيس اللجنة الفنية كشف خلال اجتماع له مع أمانة عمان وأعضاء من المجتمع المحلي عن مشروع شبكة صرف صحي ستتم المباشرة بها مطلع العام القادم.
الخدمات طبعا عمانة عمان على قدم وساق، من خدمات البيئية، من خدمات البنية التحتية، من خدمات الاستثمار، من خدمات النقل. الآن قمنا بأمانة عمان بوضع استراتيجية لمدة 4 سنوات. طبعا مرج حمام هي إحدى هذه المناطق وتأخذ حصة. موضوع البنية التحتية الآن عندنا خطة سنوية للشوارع، لفتح الشوارع، لتعبيد الشوارع، لعمل الأرصفة، لعمل الجراد السنادية. طبعا إننا حصل في أمانة عمان ونقوم بوضعها بإذن الله على الخطة بإذن الله 22. في حاجة لازم يعرفها المجتمع الأردني ككل، مش أبناء مرج الحمام، إنه مشاريع مجلس المحافظة أو ما يطلق عليه باللامركزية هي مشاريع لا تظهر للعيان بين الليلة وضحاها، هي تحتاج إلى أوقات، لأنه المشاريع تحتاج إلى دراسات، إلى تصاميم، إلى أوقات للتنفيذ وإلى مال ضخم. يعني لو حكينا عن الصرف الصحي، هو مشروع عملاق، بدنا مدارس، بدنا سنوات حتى تنجز، وهكذا. وإلى محافظة الطفيلة، ولتخفيف من معاناة أهالي بلدة القادسية من كبار السن والحالات الخطرة والطارئة، طالب أهالي البلدية وزارتي الصحة والأشغال العامة ومجلس المحافظة والجهات الرسمية بالإسراع في استكمال مرحلة تنفيذ مشروع التوسعة والصيانة لمركز القادسية الصحي الشامل، كما طالبوا بتزويد المركز بأطباء الاختصاص نظرا لبعد مسافة البلدة عن مناطق الخدمات الصحية في المحافظة. تبددت أحلام أهالي بلدة القادسية الواقعة جنوب محافظة الطفيلة والمتعلقة بتحسين الخدمات الصحية، وذلك بعد توقف العمل في مشروع توسيع وصيانة مركز صح القادسية، والذي لم تتجاوز نسبة الإنجاز فيه 27% منذ نحو 3 سنوات. تم طرح عطاؤه في 2019 من لا مركزية، ولكن للأسف لحد الآن لم يتم إنجازه بحجة أنه المركز الصحي جاي على بئر ماء، والآن عطاؤه واقف، وإحنا كمواطنين بنعاني. يعني المركز الصحي في موقع مستأجر، ولا يعني ما بخدمنا كثير، ومستشفى الأمير زيد العسكري بعيد عنا 35 كيلو، وبنعاني. يعني حتى الواحد ما كل واحد معه سيارة، والبنزين ارتفع 93 قرش اللتر صار، يعني ما هي كل واحد عنده أعباء وعنده التزامات، ما كل واحد كمان بيمتلك سيارة، ما كل واحد عنده القدرة انه يشغل سيارة ويروح على المستشفى العسكري. الخدمات الصحية معدومة جدا في القادسية، حتى مسمى المركز الصحي مركز صحي شامل، ذلك ما في موجود من هاي الخدمات أي خدمات، سواء في المركز الصحي القديم أو المستأجر الحالي. إحنا نأمل أنه المركز الصحي الجديد أنه يصير شامل ويغطي القادسية ويغطي من الخدمات الصحية، ونناشد مركز المحافظة والبلدية والأشغال العامة وزارة الصحة أن نقوموا في العمل وينجزونا إياه في أسرع وقت ممكن. عوائق عديدة واجهت المشروع، أبرزها تسريب لمياه بئر قديم أثناء أعمال الحفر، حالت دون استكمال أعمال العطاء. تم حل مشكلة المياه في موقع المشروع عن طريق وزارة الأشغال العامة ومدير مديرية الدفاع مدني طفيلة. الآن القضية هي قضية إعادة طرح عطاء المركز من جديد. تواصلنا مع عطوفة مدير أشغال الطفيلة ومع عطوفة مدير المشاريع في وزارة الصحة. أكد عطوفة مدير المشاريع أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح عطاء هذا المشروع مرة أخرى، ونأمل إن شاء الله خلال الأسبوع القادم أن يتم طرح عطاء هذا المشروع لإتمامه. سنوات مضت على مطالبات النهوض بالقطاع الصحي في القادسية، وقد يخطو مجلس المحافظة الجديد خطوة جديدة تسهم في دعم احتياجات المواطنين في القادسية وتوفير الخدمات الأساسية لهم. عبد المهدي العواجين، رؤيا. أعلنت إدارة مهرجان الإفحيص عن فعاليات الدورة 30 التي ستقام خلال الفترة من 10 إلى 17 من شهر آب المقبل. إدارة المهرجان أكدت أنه يحمل رسالة يبرز من خلالها تاريخ الأردن ودوره الحضاري ويسلط الضوء على رجالاته، كما تبرز فعاليات المهرجان إرث الأردن الثقافي والفني انطلاقا من شعار المهرجان الثابت الأردن تاريخ وحضارة،
وتحمل فعاليات البرنامج الثقافي للمهرجان هذا العام اسم الشاعر الراحل جري السماوي. نتمنى أن نكون قد وفقنا في إعداد برامج ثقافية وفنية متنوعة على كل شرائح المجتمع، أن نكون وفقنا في إعداد هذه البرامج حتى ندخل مأويتنا الجديد إن شاء الله بأعمال ترتقي وطموحات الأردن وتطلعات جلالة سيدنا. أعتقد يعني مؤتمر صحفي أدى الغرض، وإن شاء الله سيكون 10/8 موعد انطلاق هذا المهرجان، وفاتحة خير وأمل وتفاؤل لكل وطننا بإذن الله. أنا أتوقع أنه يجب أن يندعم من جميع المؤسسات العامة وخاصة الدولة، والدولة مقصرة، ومن جميع المؤسسات لإنجاح هذا المهرجان، لأنه هذا هو موروث ثقافي للأردن كامل واجتماعي واقتصادي، وبينشر السياحة اللي بنادي فيها جلالة سيدنا.